الآن يا شباب بعد ما تعلمنا كيف نعمل فيتش للإنستركشن، الآن الخطوة اللي وراها راح نعمل إكسكيوت لهذولا الإنستركشن. أوكي، الآن بدنا نعملهن إكسكيوت. الآن زي ما بنعرف إنه كل إنستركشن أوكي إلها إكسكيوت خاص فيها، وبالتالي أوكي راح يكون روتين، في عندنا روتين خاص يعمل إكسكيوت للأد، وفي عندنا روتين خاص أوكي او مايكرو بروجرام خاص بيعمل اكسكيوت للبرانش، وواحد ثالث للستور، وواحد رابع للاكسشينج، وواحد خامس للانستركشن الاخرى. فبالتالي يا شباب بهاي الحاله راح يكون لكل انستركشن موجوده عندنا، كل انستركشن موجوده عندنا يا شباب راح يكون اوكي الها سب روتين او الها روتين او مايكرو بروجرام خاص لتنفيذها. اوكي، فالان راح تشوفوا راح نكتب روتين او مايكرو بروجرام، مايكرو بروجرام روتين بنسميه للاد مشان يعمل اكسكيوت للاد، وراح نكتب مايكرو بروجرام روتين للبرانش، وراح نكتب مايكرو بروجرام روتين للستور، وراح نكتب مايكرو بروجرام روتين للاكسشينج، ولباقي اي انستركشن اخرى نقدر الان من الان وطالع نصير ايش نكتب لهم المايكرو بروجرام روتين اللي خاص فيه. صح؟ اوكي شباب، الان راح نشوف كيف بدنا نكتب المايكرو بروجرام روتين لهذولا الانستركشن واحده واحده. فراح نبدا نكتب الروتين اللي بيعمل اكسكيوت لمين يا شباب؟ للاد. فمن نعمل الروتين اللي بيعمل اكسكيوت للاد. طيب الان انتبهوا يا شباب، الان اول ما نعمل فيتش، انتبهوا يا شباب اول ما نعمل فيتش شو بكون عندنا؟ بتكون الانستركشن جاي لعندنا، اوكي جبناها من المين ميموري، جبناها لعندنا وعملنا لها مابينج. صح، عملنا لها مابينج، فالانستركشن بنكون جايبينها لعندنا البروجرام كاونتر محدثينه وعاملين مابينج، وبالتالي الان داخل الكار ريجستر بده يكون في ايش؟ بده يكون في العنوان اول جمله بالمايكرو بروجرام تاع الاد تاعتنا او تاع الانستركشن تاعتنا. اوكي، تاع الانستركشن تاعتنا. فبعد ما نكون عاملين في تشيك بده يكون، لكن يا شباب بدنا ننتبه لنقطه كثير مهمه، وهي انه الانستركشن الموجودات عندنا ممكن يكون دايركت او اندايركت، وبالتالي ممكن يكون بالدايركت مود او الاندايركت مود. معناته يا شباب بهاي الحالة قبل ما ننفذ الانستركشن تاعاتنا، اوكي قبل ما ننفذ الانستركشن تاعاتنا لازم نضمن انه الافكتيف ادرس الفعلي يكون يا شباب وين موجود؟ يكون موجود بالادرس ريجستر، وبالتالي الافكتيف ادرس لازم يكون موجود بالادرس ريجستر، هذا لازم نضمنه. وبالتالي يا شباب معناته لازم نحل ونعالج مشكلة ايش؟ الاندايركت. وبالتالي بهاي الحالة شو رح نعمل؟ بما أنه يا شباب فكرة الاندايركت موجود بكل الانستركشن، بهاي الحالة ليش ما نكتب روتين إحنا؟ أوكي؟ ما نكتب مايكرو بروجرام روتين، وهذا المايكرو بروجرام روتين أوكي؟ هذا مايكرو بروجرام روتين بحط للإفكتيف أدرس بالأدرس ريجستر بحالة الاندايركت مود. أوكي؟ الآن قبل تنفيذ أي instruction بنعمل استدعاء لهذا السبروتين، وبالتالي إذن الآن شو راح أعمل؟ راح أكتب الآن روتين اسمه indirect. هذا الروتين اللي اسمه indirect أوكي بحط للإفكتيف أدرس بالأدرس ريجستر. الآن قبل تنفيذ كل instruction بفحص الانستركشن تاعيتي، إذنها indirect بستدعي هذا الروتين، إذا هاي دايركت الانستركشن تاعيتي ما بستدعي هذا الروتين. اوكي، وبالتالي الان يا شباب خلينا نكتب روتين وهذا الروتين اوكي بحلي الاندايركت. طيب السؤال تاعي وين بكتب هذا الروتين؟ الان زي ما بنعرف يا شباب انه الجزء الاول من الميموري، أول 64 وورد من الميموري تاعيتي اللي حجمها 128 مخصصات للسبروتين تاعات الايش؟ تاعات الانستركشن اللي بيعمل الاكسكيوت للانستركشن.
وبالتالي انا عندي 16 انستركشن اوكي، معناته 100% راح احتاج اول 64 وورد من هاي الميموري راح تكون مخصصات للسبروتين تاعات الانستركشن. اما باقي الجزء الثاني من الميموري اللي هو الثاني 64 مخصص لايش؟ للسبروتين اللي لهن استخدامات معينه. فمثلا كتبنا السبروتين فيتش بداخله اوكي، هذا السبروتين اللي بيعمل فيتش للانستركشن تاعاتي. الان بالتالي الاندايركت روتين اللي بيعمل لي عمليه الاندايركت راح اكتب يا شباب بهذا الجزء اللي هو بالجزء الثاني. الان راح اكتب هذا الروتين هون بهذا الجزء. طيب الان هذا الروتين اللي بدي اكتبه بصير قبل ما انفذ اي انستركشن عندي او اكتب اي روتين لاي انستركشن عندي، بهذا الروتين بروح بفحص لي ايش الاندايركت بت. اذا لقاه هاي الانستركشن اندايركت بيعمل لي كول لهذا السبروتين اللي هون راح اكتبه انا. اما اذا كانت الانستركشن مش اندايركت يعني كانت دايركت ما بيستدعي هذا السبروتين. وبالتالي الان اذا خلينا نكتب السبروتين تاعنا اوكي وين؟ تحت الفيتش. فالان راح اكتب سبروتين واسميه اندايركت اوكي. فهذا السبروتين راح اسميه شباب اندايركت. طبعا بقدر اسميه بدي اياه اوكي، بس الاسم لازم يكون له معنى، فبحط له ليبل اندايركت. هذا السبروتين شو بيعمل اوكي؟ هذا يا شباب شو بيعمل؟ بيشوف لي اذا الانستركشن تاعتي اندايركت بحط لي الافكتيف ادرس. وين يا شباب؟ بالادرس، بحط لي الافكتيف ادرس بالادرس ريجستر. طيب هذا شو بيشبه يا شباب؟ زي اللي اخذناه بشابتر 5، راح يشبه التي 3 تاع شابتر 5. تي 3 متذكرين بالتي 3 شو كنا نعمل؟ كنا نقول له ميموري اوف ادرس ريجستر، حطوا لي اياه يا شباب بالادرس ريجستر اوكي. هذا كان يحط لي الافكتيف ادرس وين يا شباب؟ بالادرس ريجستر. هذا كنا نعمله بالتي 3، بس لحظه ما كنا نعمله بالتي 3 الا لما تكون الجمله اندايركت. واحنا هون نفس الشيء، الاندايركت سبروتين راح يعمل هاي الاوبريشن ميموري اوف ادرس ريجستر، بده يحط لي اياه بالادرس ريجستر. وبالتالي الانستركشن تاعاتي هنا بصير لما يشوف اذا كانت الانستركشن اندايركت قبل ما ينفذنها بروح بستدعي السبروتين اللي اسمه اندايركت اوكي. فبالتالي الان لما بدنا نكتب كودنا راح نكتب كودنا بحيث انه الاندايركت روتين يعمل اوكي ينفذ هاي الاوبريشن ميموري اوف اي ار بالاي ار. الان بتلاحظوا بجزء الفيتش، بجزء الفيتش حطينا الدي ار بالاي ار اللي هو الجزء من الانستركشن ريجستر اوكي، اول 11 بت حطيناه بالاي ار. وبالتالي الاي ار يا شباب شو في ايش؟ في ادرس. هذا طبعا بحاله الدايركت راح يكون هو ايش؟ الافكتيف ادرس بحاله الدايركت. اما بحاله الاندايركت لا، مش راح يكون هو الافكتيف ادرس. طيب اذا بحاله الاندايركت معناته لازم نعمل هاي الاوبريشن ميموري اوف اي ار نوديه على اي ار. طيب الان السبروتين تاعي شباب وين راح يكون بهاي الحاله؟ راح اكتبه زي ما حكينا تحت الفيتش. فبالتالي تحت الفيتش راح اكتبه. طيب وبالتالي الفيتش باديه على اوريجين 64، معناته هون على 64 هاي الانستركشن الماكرو انستركشن. الماكرو انستركشن الثانيه راح تكون هاي شباب على ال 65، الماكرو انستركشن الثالثه راح تكون على 66، معناها الاندايركت راح تكون على 67. اذا اول انستركشن بالاندايركت راح تكون على قديش؟ على 67. يلا شباب الان اكتبوا لي المايكرو انستركشن اللي بتعمل ايش؟ اللي بتعمل ميموري اوف اي ار، ودوا لي اياه للدي ار. ما ننتبه قبل ما نكتب اي مايكرو انستركشن يا شباب لازم ننتبه لنقطه كثير مهمه، وهي انه اول شيء لازم الديزاين تاعي بدعم هاي المايكرو اوبريشن، وكمان
طبعا بقدر اتاكد منها من خلال ايش؟ من خلال المايكرو اوبريشن الموجوده بالاف 1 والاف 2 والاف 3. يعني ممنوع اختار مايكرو اوبريشن الا من ضمن هذول التيبلز، وهذول التيبلز اللي موجودين امامنا اكيد يا شباب مشتقينهن من وين؟ من هذا الديزاين اللي احنا شفنا. المفروض الديزاينر هو اللي عمله. الآن memory of AR ودي للAR. السؤال تاعي، هل بقدر الآن أقرأ من الميموري بشكل مباشر وأخزن بالAR؟ طبعا أكيد لا. فبالتالي لأنه ما في عندنا بالتيبل F1 F2 F3 ما في ولا مايكرو أوبريشن تقدر تقرأ لي من الميموري وتخزن لي بالAR بشكل مباشر. وأصلا حسب الديزاين اللي موجود أمامنا هنا هيو، أي عملية قراءة من الميموري اوكي بتلاحظوا انه القراءه النتيجه اللي بتطلع راح تتخزن بالدي ار. واصلا هنا ولا في مايكرو اوبريشن بتقرا من الميموري بتخزن بالاي ار بشكل مباشر. لاحظوا عمليه الريد اللي من الميموري هيها بتخزن بتقرا اللي من الميموري اوف اي ار وبتحط لي بالدي ار. ممتاز، معناته المايكرو انستركشن تاعي اللي بدي اعملها راح تقرا للان تعمل لي ريد، فبالتالي معناته الان راح نعمل ريد. فبكتب السيمبول تاعها read. تمام، هاي الريد شو راح تعمل لي يا شباب؟ هاي راح تقرا لي memory of AR وتحط لي اياه بالدي ار، وبالتالي memory of AR اللي انا بدي اعمله هيو هذا راح ينحط بوين يا شباب؟ بالدي ار. ممتاز، اذا الميموري اوف اي ار راح نقرا الان الافكتيف ادرس الفعلي ونحطه بين بالدي ار. ممتاز، اذا هاي هي عباره عن المايكرو اوبريشن يا شباب، هيك راح تعمل. تمام، هيك الريد بتعمل. طيب الان مننتبه، قرانا الان خزننا، اذا قرانا من ميموري اوف اي ار وحطينا بالدي ار. الخطوه اللي وراها اذا ميموري اوف اي ار حطيته بالدي ار، الان دي ار بدي احطه بالاي ار. فالآن بمسك الدي ار وبحطه بالاي ار ريجستر. الآن هل بقدر اعملها؟ نعم نقدر نعمل هاي الخطوه. لاحظوا الدي ار هيو بقدر اقرا قيمته واحطه بالاي ار، وايضا لاحظوا هاي عرفتها من الرسمه، وكمان بقدر اعرفها من وين؟ من اف 1 واف 2 واف 3. فالآن ميموري او دي ار حطوه بالاي ار، وين هاي يا شباب؟ موجوده هيها، موجود بالاف 1. اذا هاي مايكرو اوبريشن بقدر الان استخدمها. بس بدنا ننتبه، هل احط هنا الريد هاي؟ هل احط بجنب الريد؟ اوكي لاحظوا الريد بالاف 2 والقراءه الدي ار وتحطوه بالاي ار بالاف 1، هل هذول بقدر احط مايكرو اوبريشن؟ اوكي الجواب هنا راح يكون لا، ما بنقدر، لانه ميموري اوف اي ار بدنا نحطه بالدي ار. اذا بدنا نقول ميموري اوف اي ار ونحطه بالدي ار وبس اوكي، وبعدينك الدي ار احطه بالاي ار. اذا الان لو حطيناه هذول مع بعض اوكي الدي ار حطه بالاي ار، يعني لو بدي احط كتو مايكرو اوبريشن مع بعضهم ما بصير، لانه بهاي الحاله راح نقرا هنا الدي ار القديم، فالدي ار القديم هو راح نحطه بالاي ار وليس الدي ار اللي جاي من الميموري، لانهن اوكي اذا حطينا تو مايكرو اوبريشن بنفس المايكرو انستركشن، يعني بنفس المايكرو انستركشن الوحده حطيت تو مايكرو اوبريشن راح تتنفذن مع بعضهن البعض، وبالتالي معناته بالاول بقول له ميموري اوف اي ار ودي على الدي ار هاي بالمايكرو انستركشن الاولى، وبالمايكرو انستركشن الثانيه ببعث الدي ار وين يا شباب؟ على الاي ار. وبالتالي بهاي الحاله مضطر يكون عندي تو مايكرو اوبريشن، اول وحده ريد وثاني وحده شو بتعمل؟ الدي ار بتودي لي على الاي ار، وينها؟ هيها موجوده. الان معناته المايكرو اوبريشن الثانيه، لان هنا ظل راح تتنفذ تحت بعض، اكيد بتتنفذ الاولى بعدينك الثانيه، اللي هي اسمها شوي شباب هيها، بستخدم السيمبل تاعها دي ار تو اي ار، اذا راح يكون عندي تو مايكرو اوبريشن زي ما انتم شايفينها. طيب بس بدنا ننتبه، المايكرو انستركشن بالجزء اللي هو بيحتوي على معلومات النكس مايكرو انستركشن راح تتنفذ. فالآن زي ما انتم شايفين هنا لما ننفذ الريد، الريد لما ننفذها شو لازم نعمل يا شباب؟
لازم نروح على DR to AR، وبالتالي لما ننفذ read اللي موجودة بالمايكرو انستركشن الأولى لازم شو نعمل؟ نروح على المايكرو انستركشن التالية. فشو كيف بروح عليها؟ بقول له يا شباب، بقول له you jump next، حيث النكست ليبل هنا راح تكون قيمته يا شباب 68 هنا لما ترجمه لباينري. وبالتالي read you jump next. الآن ليش كتبت you jump next؟ لأنه هذا الجزء من المايكرو انستركشن، هذا الجزء لازم يحدد لي بعد ما عمل read وين بروح، لازم أروح على DR to AR. وبالتالي شو لازم أروح على المايكرو انستركشن الثاني اللي فيها DR to AR. فالآن شو بقول له؟ you jump next، يعني اقفز بدون أي شروط للنكست انستركشن، يعني الهاية للنكست مايكرو انستركشن يعني الهاية. وبالتالي لما نعمل read لازم نروح على المايكرو انستركشن التالية اللي هو يعني هاي المايكرو انستركشن التالية. طيب ممتاز، الآن المايكرو انستركشن التالية، الآن بس نعمل DR to AR، يعني بس ننقل الداتا ريجستر to AR، وبالتالي بكون أنا هيك فعليا نفذت الأوبريشن تاع الاندايركت. الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا نرجع على المكان اللي اجينا منه. الآن كيف بنرجع على المكان اللي اجينا منه؟ بنقول له بدون أي شروط، يعني الكونديشن ترو دائما، ارجع للمكان اللي اجيت منه. بما أنه الاندايركت أنا هون عملته مايكرو بروجرام روتين، فكيف برجع على المكان اللي اجيت منه؟ أوكي، ففي عندنا برانش اسمه ريتيرن، هيو الآن بقدر أستخدمه، فبقول له ريتيرن. طبعا بدون نيكست ما إلها داعي أكيد، لأنه ليش؟ الريتيرن شو بتعمل؟ بترجع للمكان اللي يجينا منه. وبالتالي أوكي الاندايركت معناته بصير الآن هذا الروتين تاعي يعالج لي إذا الانستركشن تاعيتي اندايركت. فشو رح يعمل؟ بحط الميموري اوف اي ار تو اي ار، وهي بتشبه التي 3 اللي حكينا عنها بشابتر 5. فالآن هاي راح تودي للميموري اوف اي ار للاي ار، يعني الافكتيف ادرس راح يتخزن بالاي ار. الان بالاي ار 100% راح يكون عندنا الافكتيف ادرس بحاله الاندايركت، اما بحاله الدايركت اصلا الاي ار بيكون فيه الافكتيف ادرس، وبالتالي ما في داعي نستدعي الاندايركت. وبالتالي بصير الانستركشن تاعاتنا يستدعن هذا الروتين اذا كانت الانستركشن تاعيتي اندايركت، وهذا ان شاء الله راح نشوفه لما نكتب المايكرو بروجرام تا المايكرو بروجرام روتين اللي بيعمل اكسكيوت للانستركشن تاعتنا. اوكي شباب، طيب الان ليش ريتيرن؟ لانه يا شباب راح نصير نعمل كول للاندايركت، راح نصير هذا نعمل له كول. فبالتالي لما نعمل له كول لما نعمل كول للاندايركت راح يصير الريتيرن ادرس يتخزن وين يا شباب؟ بالاس بي ار ريتيرن ادرس. فلما الان ننفذ الريتيرن هاي مباشره راح تحط لي الريتيرن ادرس وترجعه على الكار ريجستر، ف 100% الان بالاكسكيوشن راح نرجع للمكان اللي اجينا منه، وهذا ان شاء الله راح يتوضح بالامثله الجايه ان شاء الله اللي راح نكتبها. فراح نكتب سب روتين او المايكرو بروجرام روتين تاع الاد والبرانش والستور والاكسشينج. اوكي الان بصير الان نتاكد انه هذول الانستركشن دايركت او اندايركت، اذا اندايركت بنعمل كول للاندايركت. اوكي اذا مش اندايركت ما بنعمل كول، وبالاخير لما نعمل كول للاندايركت نيجي بنعمل ريتيرن، فالريتيرن بترجعنا للمكان اللي اجينا منه. وبهاي الحاله يا شباب بيكون احنا كتبنا الروتين اللي اسمه اندايركت، هذا فعليا يا شباب بيعالج لي اوكي، او اذا كانت الانستركشن اندايركت فبالتالي هذا بيضمن لي انه احط الافكتيف ادرس بالادرس ريجستر. وبالتالي يا شباب زي ما لاحظتوا بما انه الانستركشنز تاعتي ممكن يكون الانستركشن تاعتنا ممكن يكون اندايركت او اندايركت اوكي، واحنا بحاجه انه بالمايكرو بروجرام تاع كل انستركشن انه نفحص بالبدايه هل الانستركشن تاعتي دايركت او اندايركت، يجينا كتبنا هذا المايكرو بروجرام اوكي اللي اسمه اندايركت اللي
اوكي اللي فعليا بضمن لي انه احط لي الافكتيف ادرس. اوكي وين يا شباب بالادرس ريجستر؟ فاجينا كتبناه اوكي هذا الروتين اوكي، وهذا راح يكون مشترك لكل المايكرو لكل الانستركشن، وبالتالي عند الحاجه له نستدعي استدعاء. اوكي الان يا شباب خلينا نكتب المايكرو بروجرام روتين اللي بيعمل اكسكيوت للاد انستركشن. اوكي الان يا شباب هذا الروتين وين راح نحطه؟ اوكي بالميموري، وبالتالي شو راح تكون الاوريجن لهذا الروتين؟ الان يا شباب بما انه هذا الروتين تاعي اوكي، بما انه الانستركشن تاعتي هاي لها اوب كود 4 اصفار، فبالتالي لما نعملها مابينج راح نضيف صفرين على اليمين وصفر على الشمال، وبالتالي هاي القيمه راح تكون يا شباب ايش؟ راح تكون صفر بالديسيمال. اوكي معناته بهاي الحاله راح يكون الروتين تاع الاد وين ينحط؟ راح ينحط على اوريجين صفر، وبالتالي بهاي الحاله بكتب له الان اوريجين زيرو. اوكي الان ببدا اكتب المايكرو انستركشن اللي بيعمل ايش يا شباب؟ اللي راح ينفذ الاد انستركشن، فالان ببلش اكتب فيه. اوكي الان هذا الروتين ممكن بدنا ننتبه انه نحط فيه فقط 4 كونسيكتيف مايكرو انستركشن، يعني اذا بدي اكتب فيه فقط بقدر اكتب فيه 4 مايكرو انستركشن متتاليات. اوكي متتاليات انتبهوا، يعني بقدر يكون الروتين اكثر من 4 مايكرو انستركشن؟ الجواب نعم، لكن راح يكون غير متتاليات. لكن احنا هل بنقدر ما بنقدر نكتب بالروتين تاعنا الا 4 مايكرو انستركشن متتاليات. اذا يا شباب بالتالي بما انه الاوب كود للاد هي 4 اصفار، فلما نعملها مابين بنضيف صفرين على اليمين وصفر على الشمال، وبالتالي الاد معناته المابينج إلها راح يكون إلها صفر بالعشري، وبالتالي معناته 100% لما نعمل ماب للاد اوكي راح تكون الكار ريجستر بهاي الحاله صفر، وبالتالي معناته المايكرو انستركشن تاع اول مايكرو انستركشن بالاد 100% لازم يكون على موقع صفر، وبالتالي الروتين تاع الاد لازم يكون اوكي المايكرو بروجرام روتين تاع الاد راح يبدا على اوريجين صفر. ممتاز الان ببلش اكتب المايكرو انستركشنز تاعات مين؟ تاعات الاد. الان بعطي له ليبل فبقول له الان اد نقطتين فوق بعض. طيب الان يا شباب يلا خلينا نكتب المايكرو انستركشن اللي بيعمل الاد. الان بنطلع الاد شو بيعمل؟ بتجيب لي شباب الميموري اوف افكتيف ادرس، بجمع لي اياها على الاكيوموليتر وبخزن الناتج بالاكيوموليتر. اوكي اذا اول شيء شو لازم نعمل يا شباب؟ لازم نتاكد انه الافكتيف ادرس الفعلي موجود عندنا، وبالتالي يا شباب بما انه الاد انستركشن هي عباره عن ميموري ريفرنس انستركشن وممكن تكون دايركت او اندايركت، معناته بهي الحاله لازم نضمن انه الافكتيف ادرس الفعلي يكون موجود عندنا. اوكي حتى نقدر نحضر الاوبرند من هذا الافكتيف ادرس. طيب الان يا شباب احنا كتبنا روتين اسمه اندايركت، هذا الروتين اللي اسمه indirect بضمن لي انه يكون عندنا بالادرس ريجستر الافكتيف ادرس الفعلي. طبعا هذا متى بنستدعيه؟ اذا الانستركشن تاعتي indirect. فبالتالي اذا الانستركشن تاعتنا indirect، اذا الاد تاعتي indirect، بستدعي indirect روتين مشان احط الافكتيف ادرس بالادرس ريجستر. طب سؤال، اذا الانستركشن تاعتي مش إذا الآد تاعيتي يعني مش إنداركت، ما بستدعي الإنداركت تاعي، وبالتالي أول مايكرو إنستركشن يا شباب لازم أكتبها لازم تستدعي للإنداركت روتين بحالة كانت الآد إنستركشن إنداركت، أو ما تستدعي الإنداركت روتين إذا كانت الأدرس إنستركشن مش إنداركت. طب هاي الآن كيف بدي أكتبها؟ تبهجوا كيف بكتبها؟ الان بجزء المايكرو اوبريشن بقول له نو اوب، بحط له نو اوب، ما بدي انفذ ولا مايكرو اوبريشن. لكن بجزء السي دي والبي ار والاي دي اللي بيحدد ان النكست مايكرو انستركشن او عنوان النكست مايكرو انستركشن راح تتنفذ، شو بكتب؟ بقول له انتبهوا، بقول له استدعي اذا كانت الانستركشن اندايركت، يعني اذا كان الكونديشن اي، يعني اذا كانت الانستركشن اندايركت
شو يعمل لي؟ يعمل لي كول استدعاء لمين؟ للسبروتين اللي اسمه indirect، وبالتالي بجزء الـ AD بحط له indirect. تمام شباب. إذا بقول له أول instruction تاعي راح أكتبها no of I call indirect. طيب تعرفوا هاي instruction شو راح تعمل يا شباب؟ هاي بكل بساطة يا شباب راح تعمل لي استدعاء، انتبهوا، هاي راح تعمل لي call استدعاء للindirect routine إذا كانت للindirect routine إذا كانت instruction indirect، وبالتالي راح تعمل لي call، وبالتالي راح نيجي لهون راح ننفذ هذا الروتين، بس بشرط إذا كانت indirect، يعني إذا كانت الـ I واحد. إحنا بنعرف الـ BR والـ CD هذول بيشتغلين مع بعض. الآن راح نعمل call، بس متى؟ إذا كانت الـ I bit، الـ I bit إذا كانت واحد، إذا كانت true فبنعمل call. الآن 100% هذا السبروتين يا شباب لما يتنفذ 100% شو بيجي بعمل؟ بحط الإفكتيف أدرس بالأدرس ريجستر، وبالتالي الأدرس ريجستر راح يكون في الإفكتيف أدرس تاع الأوبرنت تاعي. طيب بس يخلص هذا الإندايركت شو بعمل؟ ريتيرن. الريتيرن هاي وين بترجع لي التنفيذ؟ بترجع لي للنكس إنستركشن اللي تحت الكول، يعني لهون. ممتاز. وبالتالي معناته هاي النو اوب اللي موجوده، هاي الاول انستركشن نو اوب اي كول اندايركت، بتروح بتستدعي للاندايركت روتين اذا كانت الانستركشن اندايركت. طب اذا كانت الاي صفر، يعني الكونديشن فولس، ما بنعمل كول، وبالتالي شو راح يكون التنفيذ؟ راح هاي الاي كول اندايركت مش راح تتنفذ، وبالتالي تلقائي راح نيجي لهنا للنكست مايكرو انستركشن. اوكي، لا المايكرو انستركشن تاعتنا اذا الكول ما تحقق. طبعا الكول بيعتمد انه الكونديشن ترو او مش ترو. اذا ترو بنعمل كول للاندايركت، يعني بنروح على الاندايركت. اذا فولس الاي معناها ما بنعمل كول، معناها الاكسكيوشن راح يجي لوين؟ لهاي النقطه ويبلش ينفذهم. اكيد بيكون الافكتيف ادرس موجود بالاي ار اذا كانت دايركت. طيب الان يا شباب لما ننفذ الاد روتين، اوكي، لما ننفذ الاد روتين 100% يا شباب راح تكون الكار ريجستر قيمتها صفر، وبالتالي يا شباب اوكي لما تكون قيمه الكار ريجستر صفر معناته هاي الانستركشن راح تتنفذ. طيب الآن خلينا نشوف كيف هاي الانستركشن بتتنفذ بالتفصيل. نو اوب معناها ما في ماكرو اوبريشن تتنفذ، بس هون مكتوب لي اي كول اندايركت. اي كول اندايركت طوالي هاي شو بتروح بتعمل؟ بتروح بتعمل لي كول للاندايركت اذا الاي ترو، يعني اذا الاي قيمتها 1. افترضوا قيمه الاي 1، يعني الاد اللي انا بنفذ فيها هي اندايركت، فبالتالي افرضوا الاي 1. الان كول تفحص الاي، لقيتها 1 معناها ترو، معناها راح تعمل كول. تعرفوا الان شو بده يصير؟ مباشره يا شباب لما نعمل كول شو بصير؟ طوالي الكار ريجستر اوكي زائد 1 بتخزن بالاس بي ار، وبالتالي هون الكار قيمته 0 زائد 1 معناته 0 زائد 1 1 راح يتخزن وين؟ بالاس بي ار. اذا الاس بي ار ريجستر راح يصير 1. هاي بحاله الكول وشرحناها، طوالي الاس بي ار بصير كار زائد 1. ليش الاس بي ار بصير 1؟ لانه احنا لازم نحتفظ بعنوان المايكرو انستركشن اللي تلي عمليه الكول، يعني هاي المايكرو انستركشن على عنوان 0، هاي المايكرو انستركشن على عنوان 0، المايكرو انستركشن اللي تليها على عنوان 1، المايكرو انستركشن اللي تليها على عنوان 2، وبالتالي بهاي الحاله لما هاي تعمل كول لازم نحتفظ بالريتيرن ادرس، فوين بنحتفظ فيه؟ بالاس بي ار. فطوالي الكول هيك تنفيذها، نبرمج الكول انه لما نعمل كول اذا تحققت طبعا اكيد طوالي الكار الاس بي ار راح يساوي الكار زائد 1. طيب ممتاز. والكول شو بتعمل؟ طوالي بتحط لي
الاي دي بتخزن لي اياه بالكار، الاي دي بالكار، الاي دي تاعي انتبهوا، الاي دي شو هو؟ اندايركت. هيو هذا الاي دي شو قيمته؟ هذا 64 الفيتش، هاي الانستركشن 65، هاي على 66، الاندايركت قيمته 67 بالعشرة طبعا. معناته يا شباب الاندايركت 67، طوالي اذا قيمه الليبل اللي هو اندايركت 67 راح تتخزن بالكار، بالكار ريجستر. اذا هيك بصير بالضبط. اذا لما نقول له اي كول اندايركت طوالي بتتنفذ المايكرو اوبريشنز، طبعا ما في مايكرو اوبريشنز هون، انا حاط نو اوب طبعا. الخطوه اللي وراها اي كول اندايركت، افرض الاي ترو، ها اذا الكول راح تتحقق طوالي. الكول شو بتعمل؟ بتعمل شغلتين، الكار زائد واحد بتخزن بالاس بي ار، فالاس بي ار بتصير واحد مشان نحتفظ بالريتيرن ادرس، والان قيمه الكار راح تصير 67 فقط، هيك الكول بتعمل. طيب الان يا شباب مجرد ما قيمه الكار صارت 67، الان يا شباب شو بدنا نعمل؟ الان معناته النكس مايكرو انستركشن اللي راح تتنفذ اللي راح تكون على عنوان 67، ف 100% راح تكون اللي على عنوان 67 يعني هاي. طيب طلعوا لي شوفوا شو بصير. ريد يو جامب نيكست، الريد هاي شو راح تقرا؟ راح تقرا لي ميموري اوف ادرس ريجستر، ميموري اوف ادرس ريجستر، وبتحطه بالداتا ريجستر، فبالتالي راح تقرا الادرس اللي موجود هنا وتحط لي اياه بالداتا ريجستر. وكمان ايش يا شباب هاي بتعمل؟ هاي يا شباب راح تعمل يو جامب نيكست، وبالتالي هاي المايكرو انستركشن راح تعمل جامب بدون اي شروط عن نيكست مايكرو انستركشن اللي تليها. طبعا يو جامب نيكست ايش معناها؟ انتبهوا عليه شباب، يو جامب نيكست، الجامب شو بتعمل؟ بتفحص الشرط. الجامب بالبداية بتفحص الكونديشن، بتلاقي يو، يو يعني always true، وبالتالي بهاي الحالة الجمب راح تلاقي اوكي الكونديشن تاعها دائما true. فالجمب شو مباشرة بتعمل يا شباب؟ الجمب مباشرة راح تاخذ، بما انه طبعا الكونديشن true، مباشرة راح تاخذ هذا العنوان اللي هون موجود اوكي، اللي راح طبعا يكون 68 بالديسيمال اللي هو قيمة النكست 68، تمام، راح تاخذ يا شباب وتخزن لي اياه بالكار ريجستر. فالجمب زي احنا ما بنعرف وما اخذناها مباشره بتفحص الكونديشن، بما انه الكونديشن يو يعني اولويز ترو، معناته مباشره الجمب اذا لقت الكونديشن ترو بتحط قيمه الاي دي اللي هو هذا بتحطه بالكار ريجستر، فالنكست راح ينحط بالكار ريجستر. الان قديش قيمه النكست والاسمبلر مترجمها؟ راح تكون 68، فمباشره هاي اليو جمب نيكست راح تعمل الكار ريجستر يا شباب 68. اذا لاحظوا ريد يو جمب نيكست، الريد عباره عن شو عملت؟ جابت الادرس اوكي، الادرس اللي هو الافكتيف ادرس، وحطت لي اياه يا شباب وين؟ بالدي ار. هيك الريد بتشتغل، هاي الريد اوكي. وكمان شو بتعمل؟ يو جامب نيكست، يو جامب نيكست راح تخلي قيمه الكار ريجستر 68 اوكي. وبهيك بتكون هاي المايكرو انستركشن خلصت. الان راح ننتقل على تنفيذ المايكرو انستركشن التاليه. المايكرو انستركشن التاليه طلعوا الكار ريجستر الان قيمته 68، معناها النكست مايكرو انستركشن اللي راح تتنفذ عندنا واللي راح تعطي اوامرها للكمبيوتر تاعنا وللمكونات تاعنا تاعتنا هي اللي راح تكون على عنوان 68 اللي هي وينها؟ هيها اوكي، هاي النكست مايكرو انستركشن اللي راح تتنفذ. وبالتالي يا شباب طلعوا كيف راح تتنفذ. DR to AR، DR to AR شو راح تعمل لي؟ راح تنقل لي الداتا ريجستر لوين؟ للادرس ريجستر. الان هاي المايكرو انستركشن راح تنقل لي الداتا ريجستر للادرس ريجستر، تمام. وبالتالي الان 100% الافكتيف ادرس بحاله الاندايركت راح يكون الان موجود بالادرس ريجستر، يعني الميموري اوف AR راح ينتقل للAR طبعا. وهي كنا يا شباب نعملها بالتي 3 بشابتر 5 بالتي 3. طيب اذا الدي ار للتي ار ممتاز، اذا هيك انتقل. طب لحظه، هاي المايكرو انستركشن راح تنفذ شيء اخر اللي هو يو ريتيرن.
يو ريتيرن. الريتيرن شو بتعمل؟ مباشرة شباب لما نشوفوا ريتيرن مباشرة الريتيرن اوكي رايح تحط لي الاس بي ار داخل مين؟ داخل الكار ريجستر. هيك بتشتغل اوكي. وبالتالي الريتيرن مباشرة بتحط لي الاس بي ار اللي هو هون قيمته واحد، راح تحط لي شباب راح تحط لي اياه بالكار ريجستر. فالان الكار ريجستر راح تنشط بال 68 وينحط واحد فقط. هيك بتعمل انتهى. وبالتالي لما نفذنا هاي المايكرو انستركشن حطينا الدي ار بالتي ار بالاي ار عفوا تمام. وكمان شو عملنا؟ ريتيرن. الريتيرن هاي راح تحط لي بالكار ريجستر واحد. اوكي الان خلصت المايكرو انستركشن. الان راح نروح على النكست مايكرو انستركشن. الان وين المايكرو انستركشن التالي راح نروح عليها؟ طلعوا قديش قيمة الكار ريجستر؟ قيمته واحد، معناها النكس مايكرو انستركشن اللي راح ننفذها اللي راح تكون على عنوان واحد اللي هو هاي. وبالتالي نو اوب اي كول اندايركت هاي يا شباب شو عملت؟ اذا كانت الانستركشن طبعا احنا فرضنا انه الانستركشن تاعت الاد اندايركت بالبدايه فرضناها، فبالتالي 100% هاي الجمله راح تودينا وين؟ للاندايركت. وبس خلصنا الاندايركت 100% هاي الجملة رجعتنا لوين؟ للمايكرو انستركشن رقم واحد. اوكي شباب. وبالتالي شباب فعليا راح يكون هيك التنفيذ. طيب اوكي اذا بهاي الحالة 100% اول جملة حطت لي الميموري اوف اي ار بالاي ار، وبالتالي الافكتيف ادرس بده يكون مخزن الان وين يا شباب؟ بالادرس ريجستر. تمام. الان يا شباب افترضوا اوكي انه الانستركشن تاعيت الاد مش اندايركت، يعني الاي تاعيته صفر، فشلون راح تكون طريقه التنفيذ؟ طلعوا لي يا شباب. اوكي خلينا نشوف كيف راح تكون طريقة التنفيذ. اوكي. الآن انتبهوا يا شباب. اجينا على الاد، لقيناها نو اوب اي كول اندايركت. ممتاز، الآن أنا افترضت إنه الاد انستركشن هي دايركت. الآن نو اوب اي كول، نو اوب يعني ولا تنفذ اي مايكرو انستركشن. بعدينك اي كول اندايركت. الآن مباشرة بنفحص الكونديشن، شو الكونديشن بال عندنا هنا؟ الاي بما انها الجملة دايركت معناها الاي صفر، معناها الكونديشن فولس. بما ان الكونديشن فولس فالآن البي ار مش راح تعمل كول. طب هاي الحالة شو راح يصير؟ طبعا قيمة الكار ريجستر صفر من انتبه. اوكي. يعني لما نوصل الاد الكار ريجستر من عملية المابينج بده يكون صفر. طيب الآن نو اوب اي كول اندايركت، الآن بتطلعوا رح نعمل كول؟ لا. ليش؟ لأنه الاي الكونديشن فولس وبالتالي مش رح نعمل كول. الآن لو ترجعوا على الكول كيف بتشتغل؟ بما أنه الكونديشن فولس معناته الكار ريجستر رح يزيد بواحد فقط، وبالتالي بهاي الحالة الكار رح يزيد بواحد. نعم جملة الاد مش اندايركت، دايركت، وبالتالي مش راح نعمل كول لهذا الروتين، وبالتالي هذا الروتين مش راح نعمل له كول. بما انه الكول بتفحص اذا الكونديشن فولس الكول بتزيد على الكار ريجستر واحد خلص، وبالتالي هيك بتكون هاي تنفذت. الان يلا خلينا ننفذ المايكرو انستركشن الثانية. المايكرو انستركشن الثانية يا شباب اوكي اياها راح تكون بنطلع وان الكار ريجستر قيمته واحد، معناها المايكرو انستركشن راح تتنفذ اللي راح تكون على عنوان واحد اللي هو هاي. معناته هاي هي اللي راح تتنفذ. ممتاز. وبالتالي الان بهاي الحاله راح نرجع لوين؟ لهون لواحد. بس بدنا ننتبه انه الان الافكتيف ادرس بحاله الدايركت راح يكون وين مخزن؟ بالاي ار. اوكي. إذا الآن سواء الجملة الاد دايركت أو اندايركت تمام يا شباب، الافكتيف ادرس وين بده يكون موجود؟ بالادرس ريجستر. أوكي. يلا الآن يا شباب خلينا نشوف شو باقي الانستركشن
للاد. الان يا شباب زي ما بنعرف انه الاد شو بتعمل؟ تجمع لي ميموري اوف افكتيف ادس مع الاكيوموليتر وبتخزن لي الناتج بالاكيوموليتر، صح؟ الان الافكتيف ادرس مضمون الان وموجود وين؟ بالادرس ريجستر. ممتاز. الان شو بنيجي بنعمل؟ بنروح بنقرا الاوبرن تاعنا من وين؟ من الميموري. فالان بنقرا الاوبرن تاعنا من الميموري. الان الاوبرن تاعي بس اقراه من الميموري راح ينحط بالدي ار، اوكي؟ بهيك بهاي الحاله بكون الميموري اوف افكتيف ادرس خزنته انا بالدي ار. فبالتالي حسب المايكرو اوبريشنز المتوفرات عندنا وحسب الديزاين هذا تاعنا، لما نقرا اي شيء من الميموري راح يتخزن بالدي ار. وبالتالي لما نقرا نعمل ريد من الميموري، فالاوبرن تاعي او الميموري اوف افكتيف ادرس، طبعا الافكتيف ادرس بخزن بالاي ار، اوكي، راح يتخزن بالدي ار. وبالتالي لما نقرا الاوبرند راح يتخزن بالداتا ريجستر. طيب لان بعد هيك شو باجي بعمل؟ الداتا ريجستر تاعي بجمعه مع الاكيوموليتر وبخزن الناتج بالاكيوموليتر. وبالتالي بكون انا هيك عملت عمليه ايش؟ عمليه الاديشن. وبالتالي بكل بساطه الان شو بنيجي بنعمل؟ بنعمل ريد. اوكي، الان اذا عملنا ريد بهي الحاله الاوبرند راح اقراه، اوكي، بس بدنا ننتبه الاوبرند راح نقراه وبده يتخزن بالداتا ريجستر. وبالتالي شو بنيجي بنعمل الان؟ ريد. فبقول له ريد، الريد هاي راح تقرا لي الميموري اوف اي ار وتخزن لي اياه بالدي ار، تمام. فالاوبرند راح يتخزن بالدي ار، ممتاز، هذا الاوبرند بالدي ار. طيب الان بعد ما خزنه بالدي ار المفروض اجمعه مع الاكيوموليتر. الان في مايكرو اوبريشن بتجمعه مع الاكيوموليتر، نعم في عندنا مايكرو اوبريشن تجمع الدي ار والاكيوموليتر مع بعضهم البعض، هيها اسمها اد، وموجوده ب اف 1 فبقدر اختارها، اوكي. بس بدنا ننتبه هذول التو مايكرو اوبريشن الريد وعمليه الجمع ما بحطهم بنفس ايش يا شباب؟ بنفس المايكرو انستركشن. ليش؟ لانه اي مايكرو اوبريشنز بدي احطها بنفس المايكرو انستركشن راح تتنفذن مع بعضهم البعض. وبالتالي اي تو مايكرو اوبريشنز بحط تو مايكرو اوبريشن بحطهم بنفس المايكرو انستركشنز، اوكي، هذول راح يتنفذن مع بعضهم البعض. وبالتالي اذا قلت له الان ريد وحكيت له اد بنفس المايكرو اوبريشن، هذا راح يصير مع بعضهم البعض. وبالتالي يا شباب، اوكي، عمليه الاد راح تستخدم الدي ار القديمه وليست الدي ار اللي هي الاوبرند اللي قراناه من وين؟ من الذاكره. وبالتالي ما بصير احط الريد والاد بنفس المايكرو اوبريشن، لانه بهاي الحاله راح الاد تستخدم الدي ار القديمه. وبالتالي مضطر انه اقسم اعمل ريد بعدين اعمل اد ب تو مايكرو انستركشن مختلفات عن بعضهن البعض. وبالتالي بالمايكرو انستركشن الاولى بقول له ريد. الان بعد ما نعمل ريد راح ننتقل للمايكرو انستركشن الثانيه، فشو السي دي والبي ار والاي دي بهي الحاله؟ راح تكون بدون اي شروط اعمل جامب، اوكي، للنكست. هاي مباشره الجامب، لما تشوف اليو لما تشوفه دائما ترو مباشره راح تحط للنكست بالايش؟ الكار ريجستر. وبالتالي بهاي الحاله يا شباب، اوكي، النكست راح تنحط اللي هو بالكار ريجستر، وبالتالي معناها النكست مايكرو انستركشن راح تتنفذ اللي راح تكون النكست لعمليه الريد. ممتاز. وبالتالي بهاي الحاله الريد هاي حطت لي الاوبرند تاعي وين يا شباب؟ بالداتا ريجستر. طيب الان شو باجي بقول له؟ اوكي، شو المايكرو انستركشن التاليه؟ المايكرو انستركشن التاليه راح اكتبها الان. فشو راح يكون المايكرو اوبريشن الموجوده فيها؟ هي فقط ايش يا شباب؟ الاد. فالان شو باجي بقول له؟ اد. هي عباره عن مايكرو انستركشن بتقوم على جمع الداتا ريجستر والاكيوموليتر، فالداتا ريجستر تاعي هيو والاكيوموليتر تاعي بنجمعه والناتج بنحط بالاكيوموليتر. فبالتالي اوكي، بهاي الحالة عندي هاي لما ننفذ المايكرو اوبريشن هاي بيكون جمعنا الميموري اوف افكتيف ادرس والاكيوموليتر وخزن الناتج بالاكيوموليتر. وبالتالي المايكرو انستركشن تاعتي بتكون خلصت. طب الان وين بنروح؟
بس ننفذ الاد خلاص بتكون الانستركشن تاعيتي خلصت. الان معناته بدنا ننتقل للنكست مايكرو انستركشن، وبالتالي الان شو رايحين نعمل يا شباب؟ رايحين 100% نروح نعمل فيتش للنكست انستركشن. فشو بقول له بالسي دي والبي ار والاي دي؟ بقول له يو جامب بدون اي شروط اقفز للفيتش. طبعا الفيتش قيمته هون 64 زي ما بنعرف، فبالتالي الجامب لما تلاقي الكونديشن ترو راح تحط لي بالكار ريجستر اللي هو قيمة الاي دي اللي هو ال 64، وبالتالي 100% الكار ريجستر راح تكون 64. وبالتالي بس تتنفذ هاي الماكرو انستركشن، النكست ماكرو انستركشن بس تتنفذ هاي راح تكون اللي هو هاي اللي هو عملية الفيتش. اوكي، وبالتالي شباب بيكون هذا هو الان، بيكون احنا كتبنا الروتين او الماكرو بروجرام روتين اللي بيعمل اكسكيوت لعمل ايش للاد، اللي بيعمل اكسكيوت للاد. طيب الان شو رايكم نمشي عليه خطوه خطوه؟ خلينا نشوف كيف عمليه التنفيذ بتتم. طلعوا لي يا شباب. اوكي، خلينا نشوف كيف عملية التنفيذ بتتم. بدنا نمشي عليه. الآن يا شباب، احنا قبل شوي اتبعنا البرنامج تاعنا وعملنا النو اوب. فمية بالمية بعد ما عملنا النو اوب اي كول اندايركت، الآن سواء استدعى الاندايركت او ما سواء استدعى الاندايركت روتين هذا هو او ما استدعى، الآن الكار ريجستر بعديه وشو كان يكون دائما؟ واحد. ممتاز. طبعاً ننتبه إنه هاي الماكرو إنستركشن على واحد على صفر، هاي الريد على واحد، والماكرو إنستركشن هاي على اثنين. طيب طلعوا بس الآن، الآن نو أوب آي كول إنديركت هاي اتبعناها قبل شوي. الآن كانت قيمة الكار واحد وصلنا لها. الآن بما إنه قيمة الكار واحد معناها النكست مايكرو إنستركشن راح تتنفذ راح تكون هاي. يلا يا شباب نفذوها. read you jump next. read شو بتعمل؟ راح تقرا هيها الميموري اوف الميموري اوف اي ار. فالان الميموري اوف اي ار هون الاي ار بيكون في عنوان الاوبرند الافكتيف ادرس، فالميموري اوف اي ار راح ينقرا وينحط بالدي ار، فمباشره راح ينحط بالداتا ريجستر. معناته بالداتا ريجستر يا شباب راح يكون في الاوبرند تاعنا عند هاي اللحظه اللي هو من هو يعني ميموري اوف افكتيف ادرس. تمام. الآن يو جامب نيكست تبو هاي مايكرو انستركشن عملت ريد، ماشي عملت ريد. الآن يو جامب نيكست، الآن الجامب تطلع على الكونديشن لقيته يو ترو. الجامب شو بتعمل بهاي الحالة؟ مباشرة قيمة هذا الاي دي وين بنحط يا شباب؟ بالكار ريجستر. الآن النكست تاب بكون الاسمبلر مترجمه اثنين، معناته مباشرة الكار ريجستر بصير اثنين. خلص هيك بتكون المايكرو انستركشن الثانيه هاي تنفذت. الان وين المايكرو انستركشن اللي تليها راح تتنفذ؟ بنطلع على الكار، الكار ريجستر قيمته 2، بهاي الحاله 100% المايكرو انستركشن راح تتنفذ اللي هي على عنوان 2. هيها راح تلاقي اد، هاي المايكرو اوبريشن شو راح تعمل؟ راح تجمع لي دي ار اللي هو في الميموري اوف افكتيف ادرس مع الاي سي اكيوموليتر وتجمعه وتخزن الناتج بالاكيوموليتر، فقيمة الاكيوموليتر الآن راح يكون ناتج عملية الجمع. الآن شو خلص هيك جمعنا، الآن يو جمب فيتش، شو راح تعمل لي هاي اليو جمب فيتش؟ نطلع. اليو جمب، الجمب تطلع وين الكونديشن يو، يعني ترو، فمباشرة الجمب شو بتعمل؟ بتحط لي الأي دي هذا اللي هو اسمه فيتش، شو هذا الليبل قيمته؟ 64، فبمباشرة بتحط لي 64 وين يا شباب؟ بالكار ريجستر، فقيمة الكار ريجستر راح تصير 64. خلص هيك بتعمل. احنا الان الجمع الانستركشن الاد تنفذت، فالان شو بده يصير عندنا هنا؟ بتكون الاد انستركشن تنفذت. الان شو النكست انستركشن اللي راح تتنفذ؟ اللي على عنوان 64 اللي هو قيمة الكار 64، وبالتالي 100% هاي هي النكست مايكرو انستركشن اللي راح تتنفذ. طبعا وراح تتنفذ زي ما حكينا عنها سابقا، وهي راح تعمل فيتش للنكست
للنكس انستركشن اللي موجودة عندنا بوين بالميموري. فبالتالي هيك عملية التنفيذ بهاي الطريقة. اوكي شباب، وبالتالي راح الفيش تشتغل. اوكي راح تبعث للدي ار الاي ار ويو جمب نيكست، بعدين كريد وانكريمنت البروجرام كاونتر يو جمب نيكست، تمام، وبعدين دي ار تو اي ار يو ماب، وبالتالي اخر خطوه بالفيتش راح تعمل مابينج. المابينج هذا راح يكون مابينج للنكس انستركشن، وبالتالي 100% الان الكار ريجستر راح تكون قيمته المابينج طبعا بعد ما ننفذ هذول 3 المايكرو انستركشن بالفيتش، وبالتالي الانستركشن راح تتنفذ. اوكي اللي راح تنعمل اكسكيوت اكيد اللي راح نعملها مابينج. اوكي شباب، فبالتالي هيك طريقه التنفيذ بتتم. وبالتالي يا شباب هذا هو عباره عن الروتين للاد مايكرو للاد انستركشن، هذا هو عباره عن الروتين. وبالتالي بتلاحظوا انه هذا الروتين تاعنا مايكرو بروجرام، هذا سميناه المايكرو بروجرام روتين اللي خاص بالاد، في 3 مايكرو انستركشن. المايكرو انستركشن الواحده فيها عدد من المايكرو اوبريشنز. أوكي. الآن يا شباب بعد ما كتبنا المايكرو بروجرام روتين للآد، خلينا الآن نكتب المايكرو بروجرام روتين للستور. أوكي. طبعاً راح نرجع للبرانش والإكسشينج أكيد راح نكتبها، بس خلينا يا شباب نعمل المايكرو بروجرام روتين للستور. طيب الآن اطلعوا لي وشوفوا كيف بدي أكتب المايكرو بروجرام روتين للستور. الآن الستور إيش الأوبكود إلها؟ 0010 هاي الستور. الآن عملوا لها مابينج. المابينج عندنا بحط صفرين على اليمين وصفر على الشمال، ممتاز. وبالتالي يا شباب هذا الرقم راح يكون بالعشري اللي هو 8، معناته المايكرو بروجرام روتين تاع الستور راح يكون على عنوان 8. وبالتالي بكل بساطة الآن شو باجي بقول له؟ origin 8. اوكي، لانه 100% اذا كانت الانستركشن تاعت الستور فلما نعملها ماب بالفيتش، ف 100% قيمه الكار ريجستر راح تصير 8، وبالتالي بعد ما يصير الكار ريجستر 8 فاول انستركشن راح تتنفذ اللي هو على عنوان 8، وبالتالي معناته اول انستركشن راح تتنفذ على عنوان 8 عندنا هون. اكيد بعد ما نعمل فيتش للانستركشن اذا كانت ستور، فبالتالي 100% لما نعمل ماب راح الماب تكون 8 طبعا بحاله الستور، ف 100% النكست مايكرو انستركشن راح تتنفذ. اوكي بعد ما نعمل مابينج راح تكون اللي على عنوان 8، وبالتالي 100% راح تكون هاي هي اول انستركشن هنا عندنا راح تتنفذ اللي على عنوان 8. طيب الان اطلعوا لي على شو بدنا نكتب داخل الروتين تاع المين تاع الستور. الان بما انها الستور انستركشن ممكن تكون دايركت او اندايركت، معناته خلينا بالبدايه نستدعي الاندايركت روتين. فبالتالي شو باجي بقول له؟ طبعا بكتب الانستركشن اللي بتستدعي لي الاندايركت. فالان شو بقول له؟ بعطي طبعا ليبل للروتين تاعي، بقول له هون ستور. اوكي طبعا بعطيه اي اسم. اوكي بس هون احنا بدنا نسميه ستور. الان شو بكتب الاول مايكرو انستركشن؟ اول مايكرو انستركشن اللي هي شو بتعملي؟ بتحلي مشكله اذا كانت الانستركشن ستور اندايركت. ايش بتعمل اذا كانت الانستركشن تاعتي اندايركت؟ اوكي هاي المايكرو انستركشن اللي بدي اكتبها بدي تحط الافكتيف ادرس بالادرس. اوكي بالادرس ريجستر. الان في عندي انا هون زي ما انتم شايفين في عندي اندايركت روتين، فالان شو باجي بعمل؟ بستدعي. فكيف بستدعي؟ بقول له نو اوب، ما في مايكرو انستركشن بننفذها. عم بقول له اي كول، يعني استدعي لي اوكي الاندايركت، بس متى؟ اذا كانت الانستركشن تاعيتي اندايركت، يعني اذا كان الاي ايش؟ اذا كانت الاي 1. الان هاي الجمله زي تونا ما شرحناها على نفس المبدا يا شباب، نو اوب اي كول اندايركت. الان هاي الكول راح تستدعي الاندايركت،
تمام؟ إذا كانت الآي واحد، إذا كانت الآي واحد يعني إذا كانت الستور إندايركت، وبالتالي هاي راح تبعثني لهون. طبعا كيف راح تبعثني لهون شرحناها بالتفصيل. الآن بعد الإندايركت ما تشتغل راح تحط الإفكتيف أدرس بالأي آر، بس يخلص راح تعمل ريتيرن، فمية بالمية راح نرجع لهون. يعني وين راح نرجع يا شباب؟ راح نرجع ل هاي الستور على 8 أول مايكرو إنستركشن، المايكرو إنستركشن الثاني راح تكون على 9، فراح 100% ترجعني على 9. وبالتالي نو أوب أي كول إندايركت، إذا كانت الكول ترو يعني إذا كان الكونديشن أي ترو فالكول راح تشتغل، فبالتالي 100% الكول راح تخزن لي الكار زائد واحد اللي هو 9 بالأس بي آر، فالأس بي آر راح يصير فيه 9. فلما نعمل ريتيرن، الريتيرن بترجع الاس بي ار على الكار، فراح ترجع الريتيرن ادرس على الكار، وبالتالي الكار راح يصير فيه 9، ف 100% الريتيرن راح ترجع لي لوين؟ لهاي الانستركشن اللي هون. وهي شرحناها بالاد بالتفصيل. تمام. واذا كانت الانستركشن تاعيتي دايركت، اذا كانت الانستركشن تاعيتي دايركت، ف ايش يا شباب؟ فنو اوب اي كول اندايركت. الان هل راح نعمل كول؟ لا. ليش؟ لان الكونديشن فولس، وبالتالي شو بتعمل هون الكول بهاي الحاله؟ الكار بيزيد بواحد فقط. الان شو النكست انستركشن اللي بدنا نكتبها؟ الان بتطلعوا الستور شو بتعمل؟ بتخزن الاكيوميليتر بالميموري اوف افكتيف ادرس، يعني بتخزن الاكيوميليتر تاعي بالذاكره. بس بتلاحظوا ان الاكيوميليتر تاعي مش مشبوك، الاكيوميليتر مش مشبوك مع الانبوت تاع الداتا تاع الميموري، صح؟ مش مشبوك. مين المشبوك مع الداتا ريجستر؟ واصلا ما في عندنا مايكرو انستركشن بتخزن لي الاكيوميليتر بالميموري بشكل مباشر، صح؟ اكيد، لانه هذول المايكرو اوبريشن، اكيد المايكرو اوبريشن اللي معمولات تونا او الموجودات كلهن بيعتمدن على الديزاين تاعنا، فبالتالي الديزاين تاعنا الاكيوميليتر مش مشبوك مع الميموري بشكل مباشر، ولا اصلا في مايكرو اوبريشن بتوديه للداتا من الاكيوميليتر للميموري بشكل مباشر، يعني بتعمل رايت. لكن في عندنا شو؟ في عندنا نقدر نوصل الاكيوميليتر للميموري تاعتنا بالطريقه التاليه. الان ولا اي شيء بنكتب على الميموري الا الداتا ريجستر، صح؟ هيو الداتا ريجستر هو الوحيد هيو اللي الاوتبوت تاعه مشبوك مع الميموري، وبالتالي واصلا هيو اذا بتطلعوا على المايكرو اوبريشن فقط في عندنا مايكرو اوبريشن واحده بتكتب على الميموري، وهي بتبعث لي الدي ار على الميموري اوف اي ار. احنا بدنا نحط الاكيوميليتر بالميموري اوف افكتيف ادرس مش الدي ار. وبالتالي بهاي الحاله شو مضطرين نعمل؟ مضطرين يا شباب انه بالبدايه الاكيوميليتر نوديه على الداتا ريجستر. هاي موجوده كمايكرو اوبريشن؟ نعم موجوده. واصلا هيو بالرسم تاعتنا الاكيوميليتر هيو ممكن يكون واحد من الانبوت على الداتا ريجستر، واصلا في عندنا هنا مايكرو انستركشن بتودي لي الاكيوميليتر على الداتا ريجستر. هيها اذا بالبدايه راح نودي الاكيوميليتر على الداتا ريجستر، اوكي؟ بعد ما نودي الاكيوميليتر على الداتا ريجستر، الداتا ريجستر نعمل رايت. اذا ممتاز. اذا طلعوا لي يا شباب، اذا اول شيء ننقل الاكيوميليتر هيو على الداتا ريجستر، هاي اول خطوه بنعملها، اكيوميليتر على الداتا ريجستر. بعدينك الداتا ريجستر بنقله على الميموري، ميموري اوف ادرس ريجستر. طبعا والادرس ريجستر فيه الافكتيف ادرس اكيد، وبالتالي اذا مضطرين نعمل الستور بهذول التو ستيب بخطوتين. الان السؤال تاع هذول، هل هذول التو مايكرو اوبريشن مايكرو اوبريشن بقدر اكتبهن او اعملهن مع بعض؟ الجواب لا، فمضطرين نعملهن اوكي على خطوتين، كل واحد بيسايكل. وبالتالي مضطر معناته المايكرو اوبريشن الاولى اعملها بمايكرو انستركشن، والمايكرو اوبريشن الثانيه اعملها بالمايكرو انستركشن اللي اخرى، بمايكرو انستركشن اخرى. اوكي؟
وبالتالي بكل بساطة الآن إذا خلينا نكتب المايكرو إنستركشن اللي تنقل للأكيوموليتر على الداتا ريجستر. فبالتالي وينها؟ هيو أكيوموليتر على داتا ريجستر. طبعا احنا مستخدم الرموز، فبقول له AC2DR هاي موجودة بالF2. أنا بحط فاصلة رايت؟ لا ممنوع، صح؟ ليش؟ لأنه بهاي الحالة DR القديمة اللي راح تنكتب على الميموري، وهذا مش اللي احنا بدنا إياه. أنا ننتبه الآن هاي المايكرو إنستركشن تمام، هيك بتشتغل، هيك الأوبريشن أو المايكرو أوبريشن فيها. طيب الآن وين بدي أروح؟ على مايكرو أوبريشن أخرى. فبالتالي بقول له I أو عفواً U وليس I، يعني بدون أي شروط انتقل للنكس مايكرو إنستركشن. فالآن بقول له U jump لوين؟ لنكست. نكست يعني لوين قيمتها هاي؟ لا 10. طبعا ما ننتبه انه هون الاشياء اللي بنكتبها بالديسيمال، فالان راح ننتقل ل 10. الان ري اي سي 2 دي ار الان نقلت للاكيوموليتر للداتا ريجستر، ممتاز. اذا الاكيوموليتر تاعنا وديناه للداتا ريجستر. الان بعد هيك داتا ريجستر بنكتبه على الميموري، فالداتا ريجستر تاعي بكتبه على الميموري. يلا شو المايكرو اوبريشن تاعتي؟ راح تكون رايت. فالان بكل بساطه بقول له رايت. الرايت تاعي راح تكتب لي الداتا ريجستر اللي في الاكيوموليتر على الميموري وفي ادرس ريجستر. خلص في داعي لشيء اخر؟ لا. انا شو بجي بحكي له؟ خلصت الانستركشن تاعتي، خلاص عملنا رايت الان انتهى. فالان بما انه عملنا رايت الان شو بجي بقول له؟ اوكي يو جامب. الان خلصت الانستركشن تاعتي، الان بنروح على الانستركشن اخرى ننفذها. فشو اللي بيروح وبجيب لي انستركشن وببلش فيها؟ اللي هو الفيتش. فبقول له بدون اي شروط روح اعمل الان فيتش. اوكي وبالتالي خلص هذا هو عباره عن السبروتين تاعنا اللي بيعمل ستور. ف100% هذا السبروتين او هذا المايكرو بروجرام روتين لما يتنفذ 100% راح يعمل ستور وراح يخزن الاكيوموليتر بالميموري اوف افكتيف ادرس. وبالتالي انتبهوا يا شباب، لما الفيتش تتنفذ الفيتش السابقه وتعمل ماب، فافرضوا الماب طلع 8 100% الماب لما يطلع 8 معناها الجملة ستور. فبالتالي إذا الجملة ستور فالماب راح يعمل الكار ريجستر 8. فمعناته النكس مايكرو انستركشن هاي الفيتش السابقة أوكي لما تعمل ماب وطلع 8 معناها 100% الانستركشن اللي جبناها وعملنا لها فيتش وحطيناها بالداتا ريجستر كانت إيش يا شباب؟ كانت ستور. ف100% هاي راح تخلي الكار ريجستر 8، لما الكار ريجستر 8 ف100% راح تتنفذ اول انستركشن هون. انا بس قاعد بتبع لكم هيك اوكي، خليني شفت كيف عمليه التنفيذ بتصير. اوكي طيب الان جينا على اول انستركشن نو اوب اي كول اندايركت. الان افرضوا الانستركشن ستور تاعتي كانت اندايركت، فالان اطلعوا بس على طريقه التنفيذ نو اوب اي كول اندايركت. فالانستركشن تاعت اللي جبناها وحطيناها بالداتا ريجستر من عمليه الفيتش السابقه كانت اندايركت، ف100% راح نعمل الان كول. فالان شو بتجي بتعمل الكول؟ الكول يا شباب بتخزن لي الكار زائد واحد بالاس بي ار، فالاس بي ار بده يصير 9. كار 8 زائد 1 9، هذا الريتيرن ادرس، هذه الكول اذا تنفذت. طبعا مره ثانيه الكول فحصت الاي، هاي للاي واحد افرضوا نعم، فطوالي لو تشوف الكول طوالي بتحط بالاس بي ار الكار زائد واحد اللي هو 9. بعدين الكول شو بتعمل؟ بتحط الاندايركت هاي جزء الادرس بالكار ريجستر. الاندايركت قديش قيمته يا شباب؟ 67. اوكي فمباشره بتحط للان 67 بالكار.
فالآن هاي راح توديني لتحت. لاحظوا read you jump next. read شو بتعمل؟ تقرأ لي الميموري الميموري اوف اي ار وبتحط لي اياه يا شباب وين؟ بالدي ار. تمام تحط لي اياه بالدي ار. الان الدي ار في الايش؟ الافكتيف ادرس. طبعا يو جامب نيكست هاي شو بتعمل لي؟ بتحط لي بالكار قيمه النيكست اللي هو 68، ف 100% راح تصير هاي 68. الآن بما أن الكار 68 معناها هاي الماكرو انستركشن اللي راح تتنفذ. DR to AR راح تنقول لي الآن هاي DR لل AR، فالآن 100% الإفكتيف أدرس راح ينحط بال AR. هاي زي T3 بشابتر 5. You return هاي مباشرة return لو تطلع وشو بتعمل؟ مباشرة راح تحط الـ SBR بالكار ريجستر، فالـ SBR اللي هو 9، أوكي؟ SBR قيمته 9 الآن راح ينحط بالكار ريجستر، فالكار ريجستر الآن راح يصير 9. هيك الريتيرن بتعمل الـ RAT. طيب خلص خلصت الجملة هاي اللي على 68 المايكرو انستركشن. الآن بما أنه الكار 9 معناها وين النكست مايكرو انستركشن راح تتنفذ؟ راح تتنفذ يا شباب اللي هو على موقع 9 اللي هو هيها، معناته هاي النكست مايكرو انستركشن. أنا قاعد بتبع لكم خطوة خطوة مشان نستوعب. الآن AC to DR هاي راح تنقول لي يا شباب إيش؟ الأكيوموليتر على الداتا ريجستر. أوكي؟ الأكيوموليتر على الداتا ريجستر، فالأكيوموليتر تاعي راح يتخزن بالداتا ريجستر. فالأكيوموليتر راح ينتقل ويتخزن بالداتا ريجستر. لحظة الداتا ريجستر بتكون قيمته تتغير أثناء التنفيذ. تمام. يو جامب نيكست مباشره اليو جامب نيكست ايش راح تعمل لي؟ الجامب بتخلي لي قيمه الكار هي قيمه النيكست. النيكست هنا هاي بالمايكرو انستركشن هاي قيمتها 10، فمباشره راح تخلي لي الان قيمتها 10. بالتالي بتكون المايكرو انستركشن هاي خلصت. الان بما انه الكار 10 معناه النيكست مايكرو انستركشن راح تتنفذ اللي على 10. الان شو راح تعمل هنا؟ رايت. فالرايت راح نقول للدي ار حسب الرايت تيها، تنقول للدي ار على الميموري. ممتاز، هيك بكون الدي ار انكتب على الميموري، على الميموري اوف اي ار او الميموري اوف افكتيف ادرس. تمام. يو جامب فيتش، فبالتالي هاي شو راح تعمل لي يا شباب؟ يو جامب فيتش هاي راح تخلي لي الجامب، راح تخلي لي بدون اي شروط، يعني الكونديشن ترو طبعا هون اكيد، راح تخلي لي قيمه الكار، قيمه الكار هو قيمه الفيتش، وبالتالي الفيتش راح يصير قديش بهاي الحاله؟ 64. اوكي؟ وبالتالي الان النكست مايكرو انستركشن اللي راح تتنفذ بعد هاي الجمله اللي هي اخر شيء اللي هي راح تكون الفيتش. وبالتالي بتلاحظوا السايكل تاعتنا فيتش ديكود اكسكيوت او يعني فيتش اكسكيوت. تمام. الان فيتش بعدين اكسكيوت، اكسكيوت لمين؟ للانستركشن تاعتنا. طبعا هاي مين بيعملها ديكودينج؟ اللي هو المابينج، هاي الماب. وبالتالي يا شباب هذا هو عباره عن ايش؟ عن او هاي هو عباره عن الروتين، اوكي، او المايكرو بروجرام روتين اللي بيعمل ستور. اوكي شباب، بالتالي هيك بكون احنا عملنا ستور. طيب الان يا شباب هذول الروتين اللي بنكتبها احنا، اوكي، هذول الروتين كل هني شباب راح الاسمبلر، في عندنا اسمبلر مايكرو بروجرام اسمبلر بمسكهم وبحولهم لباينري. طبعا وبس يحولهم لباينري بنيجي احنا بنخزنهم بشكل دايركت، اوكي، او بشكل ثابت على الكنترول ميموري. وبالتالي هاي البرامج يا شباب كلها بتتخزن على الكنترول ميموري. الان كل مايكرو انستركشن احنا بنقراها، اوكي، راح نشوفه ونصممها لاحقا ان شاء الله. كل مايكرو انستركشن احنا بنقراها راح يطلع الكود تاعها بالباينري، وهو اللي راح يفوت على سيركت تتحكم بباقي المكونات، او اللي راح تحدد كيف هاي المكونات راح تمشي وتشتغل او راح تمشي، اوكي، وراح يصير فيها التنفيذ.
اوكي. فالان يا شباب احنا اخذنا سابقا وحولنا الفيتش روتين لباينري. الان نفس الاشي هنا، هذا البرا او هذول الميكرو بروجرام اللي كتبناها بنقدر نحولها يا شباب لايش؟ لباينري. اوكي. فالان يا شباب لو طلبت منكم حولوا لي هذا الروتين لباينري. اوكي. طيب الان هذا الروتين يا شباب نقدر نحوله لباينري، طلعوا شوفوا كيف بدي احوله لباينري. انا يا شباب اوكي ما بدي احول كل الروتين لباينري، بس بدي احول اوكي بس بدي احول اول ماكرو انستركشن طبعا، والباقي على نفس المبدا. اوكي فخلينا نحول بس اول ماكرو انستركشن عندنا لباينري. طيب ممتاز. الان هذا الادرس وهنا المايكرو انستركشن، تمام. بدي احول بس اول وحده، هاي هي طبعا، والباقي على نفس المبدا. اوكي شباب الان اطلعوا لي هاي الانستركشن راح يكون عنوانها على 8. فبالباينري ايش راح يكون ال 8؟ راح يكون كالتالي، طبعا 7 بت، راح يكون 0 0 0 1 0 0 0. اوكي هاي 8. اذا عنوان المايكرو انستركشن على 8 في الادرس كاتبه انا بالباينري 8. يلا يا شباب الان بدي احول المايكرو انستركشن. انا بعرف المايكرو انستركشن لها فورمات. اوكي عندنا الفورمات تاعتي راح يكون كالتالي، 3 بت للاف 1، 3 بت للاف 2، و3 بت للاف 3. هذول المايكرو انستركشن. انا هون حاط لي نو اوب. نو اوب معناته كل المايكرو انستركشن تاعتي، كل المايكرو انستركشن تاعتي كلهن نو اوب، معناته او كل المايكرو اوبريشن تاعتي نو اوب. وبالتالي بما انه النو اوب اوكي النو اوب بده يكون الكود تاعه 3 اصفار، وبالتالي بالاف 1 والاف 2 والاف 3 بده يكون 3 اصفار. فالان شو باجي بقول له؟ 3 زيروز هاي للاف 1، 3 زيروز للاف 2، 3 زيروز للاف 3. ممتاز. في عندي الان 2 بت للسي دي للكونديشن. الكونديشن تاعي هون هو اي. فالاي الرمز الاي جزء السي دي 01، فالان بنحط 01 للسي دي، تمام. طيب انا بعرف كمان في عندي 2 بت للبرانش للبي ار. الان البي ار هون عندي كول، الكول زي ما انتم شايفين بهذا التيبل، الكول تاع الكول سيمبل رمزه 01، وبالتالي بهاي الحاله بحط 01. اوكي الان الجزء الاخير هو عباره عن 7 بت، راح يكون الاي دي. طبعا انا عندي هون 20 بت. الاي دي لاحظوا هو مكتوب هون اندايركت، هذا سيمبل. فالان شو قيمه هذا السيمبل اللي هو عباره عن الاندايركت؟ هيو قيمته 67، صح 67. طبعا 67 بالباينري ك 7 بت قديش راح يكون؟ راح يكون كالتالي، راح يكون 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1. اوكي 1 0 0 0 0 1 1 هذول فعليا 7 بت. اوكي وبالتالي يا شباب هذا هو عبارة عن 67 بالباينري. ممتاز. وبالتالي يا شباب زي ما انتم شايفين هذا هو عبارة عن الباينري اوكي للماشين انستركشن، لا المايكرو انستركشن تاعتنا اللي هي نو اوب اي كول اندايركت. اوكي ولا باقي اوكي شباب، ولا باقي الانستركشن او المايكرو انستركشن على نفس المبدا. اوكي شباب الان راح نشوفه لاحقا. في عندنا تيبل، هذا التيبل في الباينري اوكي
في الباينري لتحويل الباينري لكل المايكرو انستركشن لكل المايكرو انستركشن اللي موجودات واللي كتبناها داخل المايكرو بروجرام تاعتنا. اوكي شباب تمام.